تعي بنتي يلا نشوف. هوبا جبت مي؟ عادي هون. شفت الشرطة قمت نسيت كانوا رح يلقطوني. الله اطلع بوشنا، ما فينا نقعد من دون مي. أنا راجع جيب. في عنا شوي ومندبر حالنا للصبح، خلينا نعطيها الدواء فورا. طيب رح نروح فورا على المشفى؟ ايه يا عمري، حكيت مع الدكتورة ناطرتنا. يا ريت لو جبت معي تياب، طالما رح نطول التياب اللي معي ما بتكفي. أنا رح جيب لك شو ما بدك يا حياتي ولا يهمك. رح نرجع نفترق؟ رح نتحمل الفراق لحتى نلتقي من جديد. رح تزورني ما هيك؟ ما رح تتركني لحالي هنيك؟ ما بتركك لي قلاني الدكتور خليل. عمري حابة كتير طيب. مو هيك عم تقولي؟ هاد بكفي بكفي. كتير حابة اني طيب واترك الاحزان ورا ظهري، مو مشان حالي بس، مشانك انت كمان خليل. ايه اخي كيفك؟ ونحن كمان مشتاقين. ميرنا منيحة والله بشهر العسل، ونحن معهم كل الاهل بخير الحمد لله. مرتك كيفها؟ لا يا كيف؟ فهمت. امتى جاي؟ مين جاي ابني؟ ليلى. طيب اخي انت بتأمر ماشي ولا يهمك، على راسي والله. الله معك. ليش جاي؟ انتهت فيزتا السياحية ورح تجي مشان تنهي إجراءات الإقامة. ايه خير إن شاء الله. شو عجبتني غرفتها، مثل أوتيل خمس نجوم، كأنها قاعدة عم تصيف. مسكيني هالبنت. أمي إذا شافوكي عم تبكي هيك بيقولوا لك فوراً على البيت. شو قال الدكتور؟ كم يوم بدها ليخلص علاجها؟ ما قال شي، ممكن تطول فترة العلاج. على هالحالة رح تفت مصاري مثل البزر. الموضوع بيتعلق بصحة ميرنا، حياتها، عمرها. خليل بيك تفضل معي لنعمل إجراءات القبول. بدك تفهمه إنه المصاري هي أهم من بنتك؟ ليش شو سويت؟ هو ما همه غير مرته، وانت مصاري مصاري. فهمنا امي فهمنا. استغفر الله. وحاجة تبكي انت كمان، ميرنا رح تطيب. قليل الشرف لو يلقط، بس لو يلقط. بابا شان الله سكوت، كل ما عم تجيب سيرته عم يطلع الدم لراسي. اللي مركب مين عم تبيع؟ هذا المركب مركبي إلي، أنا اللي دفعت حقه يا سيدي. انتظروا دقيقة، الضابط إجا بناء على الدعوة اللي قدمتوها، فهمونا القصة شوي شوي. هجم علي زلمة مسلح وركب مركبي بالزور. دقيقة، هالزلمة بتعرفه من قبل؟ إيه نعم، مرة طلب يشتغل عندي، قال بيشتغل بأكله وشربه، قمت شغلته. دار الزلمة عم يخطط لبعيد ومدح بحاله، وأنا ببساطة صدقته. ومبارح جاب مرته وبنته وحامل سلاح، أخذ المركب مني وباعه لهالزلمة. هاي مرته؟ ايه. وانت وين شافك؟ اجى لعندي بالمركب وقال انه بحاجة كثير للمصاري ورح يفرغ لي اياه. قديش اخذ منك؟ 3000.
لك يا عمي كيف بتشتري بلا ما تاخذ هويته؟ شايف هالطمع يا؟ طمع لانه رخيص. انا عملت عمل انساني، اي طمع هذا؟ ايه حاجتك بقى. خذهم على المديريه لشوف. ضروري مشان تحقيق، مشان ياخذوا اقوالكم كمان. استغفر الله. يا الله شو بدنا نعمل؟ خير ما تعمل شر ما تلقى، يا الله على هالشغله.